السلام عليكم ورحمة الله. قالها المرحوم محمد بوضياف يوم 30 أكتوبر 90 في مناقشة حول أول نوفمبر. في يوم 23 من هذا الشهر ولد محمد بوضياف سنة 1919 بمسيلة. صغيرا غادر المدرسة لأسباب عائلية. ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري بيبيا منذ حوالي سنة 1937. في سنة 1949 سطيب الوطني كما كان يسمى وقتها أصبح مسؤولا عن المنظمة السرية لوس بالشرق الجزائري. حكم عليه بالإعدام غيابي سنة 1950 بعد التوقيفات في صفوف المنظمة السرية. في مارس 54 أنشأ رفقة مصطفى بن بولعيد ومجموعة أخرى من مناضلي لوس اللجنة الثورية للوحدة والعمل كرويا. جويلية 54 قام بدور بارز في اجتماع مجموعة 22 التاريخية بالمدنية كلوس سالونبي سابقا بالجزائر العاصمة. المجموعة انتخبت لجنة من 5 أعضاء. ديدوش مراد، بن مهيدي محمد العربي، بطاط ربح، بن بولعيد مصطفى، ومحمد بوضياف منسق المجموعة. الخمسة التاريخيون ومعهم كريم بالقاسم على الصورة. الخمسة التاريخيون اجتمعوا يوم 23 أكتوبر 54 برئيس حميد ولابوينت بيسكات سابقا. اجتمعوا هناك وحددوا يوم أول نوفمبر لانطلاق الثورة التحريرية. 30 أكتوبر 54 المرحوم محمد بوضياف يغادر الجزائر باتجاه القاهرة ليعلم الوفد الخارجي للثورة. أحمد بن بلة، حسين أيتحمد، ومحمد خيضر ليعلمهم عن بداية أول نوفمبر 54. 22 أكتوبر 56 الاستعمار الفرنسي يحول الطائرة المغربية التي كانت متجهة إلى تونس يحولها إلى مطار الدار البيضاء بالجزائر. الطائرة كان على متنها أحمد بن بلة، حسين أيتحمد، محمد خيضر، محمد بوضياف ومصطفى الأشرف. عند تشكيل الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية جي بي ار، عين محمد بوضياف بين 58 و 61 وزيرا للدولة ثم نائبا لرئيس الحكومة. محمد بوضياف بقي بالسجن في فرنسا إلى غاية 19 مارس 62. محمد بوضياف على الصورة بالمعطف الأبيض بقاعدة لجيش التحرير الوطني بالحدود التونسية. ألقي عليه القبض يوم 21 جوان 63 بالقرب من جسر حيدرة بالجزائر ليطلق سراحه بعد شهرين. كتب سنة 62 كتابا بعنوان إلى أين تتجه الجزائر أوفا لالجيري. شكل سنة 64 لجنة وطنية للدفاع عن الثورة شكلها مع بعض الضباط في جيش التحرير الوطني. غادر الجزائر سنة 64 باتجاه المملكة المغربية. محمد بوضياف 73 عام كافح ومات من أجل الوطن.